قبل الثورة كان المزيكا في مصر بشكل عام متوجهة ناحية الاتجاه اللي الحكومة كانت عايزاه، الهشك بشك، النسوان، الحاجات اللي مال يعني مش هنقول مش عايزينها في المزيكا، بس على الأقل ما كانش فيه اختيارات أخرى، ما كانش فيه حاجة بتتكلم في حاجات اجتماعية ولا حاجات سياسية خالص. وإحنا الشعب يعني عانى كتير من مشاكل سياسية قبل الثورة ولمدة 30 سنة. كانش فيه غير محمد منير واسماء تتعدى على الايدي، يعني اللي بيعملوا مزيكا فعلا تعبر عن الناس وعن المهم. لكن بعد الثوره حصل اتجاهين، يعني هم كلهم في اتجاه واحد، بس المغنيين اللي كانوا بيغنوا عن الحب والغرام و و و اتجهوا فجاه، عشان الموجه يركبوا الموجه بعد الثوره، اتجهوا للاغاني السياسيه. لكن الناس اللي كانت بتعمل اغاني سياسيه من الاول عملت اغاني سياسيه تاني ضد الحكومه اثناء الثوره. والراب سين بشكل عام، الراب بشكل عام في مصر تنمى كتير جدا، وبقى فيه اهتمام من الاعلام بينا كتير جدا، لان احنا اكتر ناس قبل الثوره كنا بننادي بثوره، واحنا اكتر ناس عبرنا عن الثوره اثناء الثوره مش بس بعديها. قبل ما حسني مبارك ما يتنحى من الحكم لمده 18 يوم، كان في اغاني باستمرار نازله وبتتوزع في التحرير، وكان في ناس زينا بره الراب برضو زي رامي عصام، زي كايروكي، زي اخرين، وابتدت الناس تهتم بيهم هم اكثر من الاسماء الاخرى زي تامر حسني وخلافه. فصار فيه اهتمام كثير بالمزيكا، الموسيقى الجاده في مصر، واعتقد كمان في تونس وفي باقي الدول اللي كان عندها ثوره واللي ما زالت عندها ثوره. يعني اللي هو لما تدي فرصه للناس يطلبوا اللي هم عايزينه، مش هيطلبوا اللي كان بيجي لهم، هيطلبوا حاجه تانية خالص غير اللي كانت بتتعرض عليهم قبل الثوره. فالاعلام بشكل عام هيتغير، والمزيكا اوريدي ابتدت تتغير. الناس اللي كانت قبل الثوره ماشيه مع الحكومه ابتدت اسمائها تقع واحد ورا الثاني بالتدريج، ومع الوقت هيقعوا كلهم، لان خلاص لم يعد هناك مجال لاي شيء غير واقعي وغير حقيقي ولا يعبر عن الناس. المزيكا هي نبض الشارع، ولازم تفضل نبض الشارع، هي الاعتراض، هي صوت الاعتراض بس.